مساء الخير عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في برنامجكم قهوة مع شيرين. قهوتنا اليوم طعم رياضي مغربي أندلسي. ضيفنا اليوم هو نجم كرة القدم، حصل على وسام ملكي من الملك الراحل حسن الثاني. بدا كيلعب الكرة في سن صغيرة، بعدها أصبح أول مدرب مغربي لفرقة إسبانية. انتقل التدريب ما بين مجموعة من الفرق منها ألميريا، كوردوبا، غرانادا وغيرها كثير. وآخر محطة هي تدريب فريق مالاغا ثم مستشارا للفريق، وإلى يومنا هذا ما زال مستشارا لنفس الفريق. وطنيا بالمملكة كان لاعب الفريق الوطني المغربي، ثم مدربا مجموعة من الفرق، وله الفضل في اكتشاف ومساندة مجموعة من اللاعبين في كرة القدم اللي وصلوا للعالمية. بأمر ملكي أشرف على عملية اكتشاف 100 لاعب. ضيفنا اليوم هو اللاعب والمدرب الأندلسي ابن العاصمة الرباط عبد الله مبارك، اللي كان تواجد الآن قدام ملعب روساليدا باش نديروا معاه واحد المقابلة ويعاودنا فيها مساره القيم. خليكم معنا وتبعوا معنا حلقتنا اليوم لأنها فعلا استثنائية. سي عبد الله مرحبا بك معنا في برنامج قهوة مع شيرين، شكرا بداية على تلبيتك الدعوة. الحمد لله أنك ممتازة وتنشكركم اللي تفكرتوني وبغيتو باش عندك وأنا بكل فرح أنك سايب لي فخر لينا. مرحبا بكم. مرحبا بكم. فخر لينا سي عبد الله، شكرا جزيلا. أكيد الجمهور متشوق باش يتذكر اللحظات والمسار ديالك الرائع سواء في المغرب ولا في إسبانيا. بداية قبل ما ندخلوا في المسار وندخلوا في المسيرة الكروية ديالك اللي أعطيتي فيها الشيء الكثير، نبداو من البدايات. كيفاش سي عبد الله اكتشفتي أنه أنت إنسان موهوب وممكن أنه في يوم من الأيام تكون نجم محترف؟ واش أنت اللي اكتشفتي راسك ولا شي واحد اكتشفك؟ لا، عندك تقول لي هذا ما اكتشفت راسي. انا اللي دعيت هو نحقق ديك الاشياء اللي كانت يدرب اللي كانت يعطيوني المدربين. وداك الشيء باش عندك تقول لي بديت من الصغار تنلعب، ولكن انا باقي صغير وكان تيلعبوني الفريق الاول ديال ستاد ماروكان. وانا ديك الساعه باقي 16 عام 17 عام. عندك حتى انت بديتي كتلعب في الحومه مع الدراري في التوارقه ولا التوارقه كيفاش كان تما كتوارقه عندك هي فين القصر، فين كاين القصر. كنا عندك تيقول لي العائله كلها تيخدموا تماك في القصر، وتما كان عندنا عندك تيقول لي تنديروا مباريات ومن بعد عندك تيقول لي كان فيما تكون تلعبوا كان تيجيو عندك الناس ديال فرق اخرى بحال ديال ستاد ماروكان ديال الفتح، تيجيو باش يشوفوا المباراه تيشوفوا عندك اللعبه. وانا عندك تيقول لي واخا كيكون هاوي كيكتشفوا كيشوفوا اللي ممكن انه يعطيه. ايوا طلبوا مني واش نبغي ندخل معاهم، ندخل مع ستاد ماروكان المغربي وبكل فرح. لبيتي الدعوه طبعا، الحب ديالك الشغف ديالك بالكره. كنت ندير الاتليتيزم، انت ماشي غير الفوتبول. وانت ستاد ماروكان عندهم تما واحد الملعب ديال الاتليتيزم قريب، عندك غير واحد الحيط تتحنق وتجي للتيران ديال الكره. كتنقز على الحيط. اي عندك شي يقول لك كنت نسالي عندك ديك الاتليتيزم اللي كنت ندير. يعني الرياضي بامتياز، ماشي معروف عليك سي عبد الله انه محبوب الجماهير، هذه ما يمكن حتى واحد ينكرها سواء هنايا في اسبانيا ولا في المغرب ولا حتى اللاعبين اللي كانوا كيهضروا عليك في مجموعه من المقابلات هضروا على شخصك كانسان عبد الله الانسان، واحد الشخص اللي محبوب جدا. سير هذه المحبه سي عبد الله، اكيد ماشي نجوميتك فقط ولا احترافيتك في اللعب ولا في التدريب. هذاك الشيء من عند الله. الحمد لله. هذاك الشيء من عند الله، جبت هذاك لحقاش عندك الواحد الدعوه ديال الاباء اللي تكون عندك. وانا كنت ذاك الحب ديال الناس تيجعلك كيعاونك بانك غادي في الطريق المستقيمه. دابا كنت 62 عام وانا في اسبانيا دابا. تبارك الله، مسيره من العطاء سواء في المغرب ولا في اسبانيا. هذه المحبه والجماهيريه الكبيره ادت بمجموعه من الناس يلقبوك بمجموعه من الالقاب، منها عبد الله مالاغا، عبد الله الانتاكي،
سر هذه الالقاب كل فخاريتو طبعا سر هذه الالقاب كل منطقه ولا كل جهه لقباتك سواء في المغرب لقب وحده من ناحيه ديال هذيك فخاريتو انا كان الفريق الاول اللي كنت انا جيت نلعب معاه وهو غرناطه غرناطه عندك كيقول لي تلعب معاهم وتما كنت باقي صغير كطير من هنا لهنا كطير في الملعب وعندك تيقول تما كبداو عندك فين تترك الكره تنمشي تما كنكون تنطلعها ونمشي بداو الناس فخاريتو تما بقات هي هذيك بقات تبعك فخاريتو وعبد الله انتاكي شنو نسبة الى الانطاكي عندك هي سميتو اللي كانوا عطاونا عندك كيقول لي في المغرب من المغرب خدا الاستقلال كانوا جميع العائلات تيعطيهم واحد اللقب النون البرينومبري البرينومبري عندك تيقول لي عندك وعندك الوالد جات فيه عندك تيقول لي الانطاكي تماك بدات عندك الانطاكي وبقات تبعك الانطاكي عبد الله ملاقا تبع طبعا نسبه الفريق عبد الله بركه لحقاش كان حسن الثاني الله يرحمه عندك كان بغاني باش نمشي ندخل للمغرب عندك تيقول لي وقال لهم عيطوا لعبد الله اللي تيلعب في ملاقا اذا ما تمكنتش عبد الله ملاقا الى حد الان نرجعوا شويه لتجربتك الوطنيه في 1961 لعبتي ضد اسبانيا ممثلا للمغرب وماركيتي الهدف اللي خلى كل شيء منصادم في اللعب ديالك رجعنا شويه لهذه المرحله وعاود لينا عليها كيفاش لاعب كيلعب في اسبانيا ولعب مع المغرب ضد اسبانيا شي حاجه غريبه لا عندك تيقول لي كانت قبل كانوا عندك تيقول لي الناس تيعيشوا اكثر كرة القدم عندك ايوا عندك كل حاجة الا هما تيسميتو ما لعبت مع ضد اسبانيا مع المغرب سجلت عندك تيقول لي مباراة عندك تماك في مدريد ايوا دابا عندك تيقول لي الناس ديال المراكا قال لك علاش سميتو غادي تسجل تماك ضد المغرب طبعا وانت عندك تيقول لي تلعب معنا هنا وداك الشيء عندك تخش تسجل حتى هنا ايوا عندك مسؤولية هذه ربي سهل ربي سهل عندك تيقول لي وهنا فين تكون عندك تيقول لي نفس المباراة اللي كنت لعبتيها ديجا اللي كنت لا سميتو عندك البيت اللي كنت سجلت على اسبانيا نفس الواحد درتو عندك تيقول لي هنا في مالاغا الحمد لله ما خيبتي حتى فرقة ايوا عندك هنا عندك ولا عندك تيقول لي وما دابا القضية حتى في ديك الوقيتة كان باش يسمحوا لي باش نمشي نلعب مع المغرب لقاش ما كانش من الجمعة الفرق يخليهم الا بغات الفرقه هي الا ما بغاتش ما يمكنش وانت سمحوا لك الفرقه انك تمشي طبعا بما انه عندك تيقول لي غير هما قال لك غتمشي ولكن الا تعتبتي راه ما تخلصي يعني غتحمل المسؤوليه لو وقعت شي حاجه اثناء المباراه ولا تدري واحد عندك تيقول تمشي تدافع عنك على الوطن ديالك ولا شي هذاك الشيء عندك ومعروف عليك الوطنيه طبعا سي مبارك ما خدمتيش كره القدم من خلال عملك كلاعب فقط ولا كمدرب لمجموعه من الفرق وانما كذلك دخلتي للاداره وعملتي مجموعه من الامور الاداريه للفريق لكل فريق ايوا انت تيقول لي على حقاش مني تخليت على كره القدم في 68 كلاعب كانت عندك سراغوسا وفرق اخرى اللي كانوا بغاوني باش نمشي عندهم. تلتحق بالفرقه. ومع انا ملي كنت تلعب كنت نوجد راسي عندك تقول لك المدرب كذا تنمشيو تلشبيه تنديروا دروس تماك وداك الشيء وعندك باش ملي نسالي عندك ملي ساليت مالقا عندك يقول لي باش نبدا ندرب عندك تقول لي الفريق الثاني. وعندك غير ما نمشي نلعب. عام اخر ولا نقول ولا تدخل عندك التدريب في الاخر عندك شي يقول لي اختاريتي انك تدرب عندك تدرب على الدريس وعندك الفريق الثاني ديال المراكا وهي هذيك عندك شي يقول لي بديت تماك فين بدات المسيره ديالي نرجعوا شويه وطنيا كنت الاول اللي خاض واحد التجربه ديال اكتشاف 100 لاعب في المغرب بامر ملكي طبعا انذاك هضر لنا شويه على هذه التجربه ديال اكتشاف 100 لاعب وكيفاش جات الفكره اولا وتختار سي عبد الله انه يكون مشرف عليها ايوا عندك تماك في المغرب اللي كان عيطوا لي بالامر ديال حسن الثاني الله يرحمه وقالوا طلبوا مني عندك تيقول لي واحد البروغرام واحد برنامج طبعا واحد البرنامج هذا عندك وهي هذيك فين
خرجنا عندك تيقول لي مع المغرب من الناحيه ديال الصغار كان واحد الحاجه عندك داك الشرف تهلا فيهم وتختارهم ودير لهم عندك واحد البرنامج اللي يمكن لهم يتمشاو وهي هذيك عندك فين تما جات هذه بديت ديك عمليه 1000 لاعب. كيفاش عشتي هذه التجربه وشنو هما الاسماء اللي ساهمتي في اكتشافهم اسماء لاعبين؟ بزاف عندكم تنعقد على شي وبقيت تنعقد بعض الاسماء عندك عندك تيقول لي باش بديك انت تحرك في المغرب كله. طبعا كنت عندك تيقول لي العمليه خصك تمشي تشوف عندك تيقول لي لا صغار ولا كبار عندك تيقول لي في المغرب كله وكنت انا كل اسبوع الا اني راه مسافر كما على غدير ها مراكش ها فاس ها طنجة ساهمتي في السياحه المغربيه. اي عندك تيقول لي تما عرفت عندك المغرب وتهريته مزيان عندك. ايوا فهاديك سميتو عندك بديت نختار بديت عندك تيقول لي درنا واحد البرنامج يمكن نختاروا دوك اللعابه اللي هما يكون لهم جيل بس انا من تنشوفهم تنشوف المستوى ديالهم تنعيطوا لهم يجيو للرباط باش يمكن لنا باش يمكن لهم يتدربوا ويتبعوا واحد البرنامج واحد البرنامج عندك مهم نيبل كتلعب مع الوداد مصطفى الخليج عندك واحد العدد ديال اللعابه اللي سميتو اللي دغيا دغيا عندك وصلوا باش يمكن لهم يلعبوا في الفريق الاول. وكاين مجموعه من اللاعبين بعد ما بعد الالتحاق ديالك بفريق مالاغا كمدرب ساهمتي في انهم يدخلوا حتى هما الفريق ديال مالاغا يعني عاونتيهم باش يدخلوا يحترفوا هنايا اسبانيا. هذيك كانت عندنا واحد الاتفاقيه مع اكاديميه محمد السادس وعندنا معاهم واحد الاتفاقيه بان اللعابه اللي غادي يكونوا ممتازين تماك غادي يجيو لهنا لمالاغا غادي يلعبوا هنا إلا جادوا راه ما يبقاو ولا ما جادوا شيء عاودوا يرجعوا للمغرب. يعني كانت هذه اتفاقيه ما بين اتفاقيه ما بين عندك تقول لي بعض الاسماء اللي اكتشفتوها في ذيك الوقت وما زالت مستمره يعني منصيري منصيري هاي قريب عندك تقول لي التجربه الاقرب لقلبك في هذه المسيره ديالك سواء وطنيا ولا هنايا في اسبانيا طبعا كنتي مدرب قبل في الميريا في غرانادا وعاد الافيس كوردوبا عاد مالاغا مؤخرا يعني كاخر مرحله هي مالاغا ومدربين غرانادا ومالاغا اللي هما اللي لعبت فيهم ودربتهم. التجربه الاقرب لقلبك في هذه التجارب والقيمه المضافه اللي زادت لك عندك تجربة عندك وهي مالاغا عندك تقول لي يعني ربحاتني ربحاتني ومع عاوتاني حتى الزوجة ديالي كانت هي انا مالاغينيا الله يرحمها الله يرحمها وعندك عندك مالاغا عندك اللي انا بحال دابا عندك تقول لي بلادي ماشي بحال الرباط ولكن بحال بلادي طبعا. وطبعا على ذكر الزوجة ديالك الله يرحمها كانت كتجمعكم علاقة طيبة دامت لسنوات ورزقتي بها هي الله يخليها لك. الحمد لله علاقتك ببنتك سي عبد الله لا كانت عندك تيقول لي ممتازة عندك واحد الزوجة كانت الحمد لله عندك ربي صفت عليا وصافي عندك ما شاء الله علاقتك بالابنة ديالك الوحيدة عندك ابنة وحدة اه عندك بنت وحده ولكن دابا عندك هي عندها الوليد وبنيت وبنيتها دابا عندك كنتي مدرب لعبتي في الفريق الوطني وبعدها كنتي مدرب للكوكب المراكشي ومولوديه وجده كذلك شنو كيفاش جات هذه الفكره طبعا انك تولي للمغرب وتدرب الكوكب المراكشي ومولوديه وجده؟ لا عندك كانت غير اللي كنت خلينا نرجع لاسبانيا هذا الرجوع ديالي عندك اسبانيا كان الرئيس ديال المولوديه الوجديه طلب مني غير باش نمشي ننظم ليه مع دابا كلهم بقاو وعجبتهم عندك تيقول لي ذاك النظام ديال ديك عمليه 1000 لاعب بقاو فيها ما كانوا بغاو عندك تيقول لي باش تجي عندك تنظمنا وتشوف لنا وهذا وبقيت واحد يعني سبحت على لاعبين جداد عندك تكتشف معاهم وكيفاش يخدموا وكيفاش يخدموا عندك يعني البرنامج اللي كنت عملتيه في عمليه 100 لاعب وتما في وجده كنت معاهم واحد ثلاثه ديال الاسابيع اللي كتسميتو يعني فتره صغيره عندك صغيره وداك الشيء ولكن هذيك كان ديك تاع الذكوري اللي كان عندك ديال كان مراشد ناول تيكون عندك شي بلير معروف هو اللي كان هو الرئيس ديال مراكش ديال الكوكب وطلب مني باش نمشي معاهم واحد
فتره واحد تدرب فتره تماك عندك. وفعلا انتقلوا شويه نرجعوا للتجربه ديال الاندلس، التجربه ديال غرناطه قبل الانتقال من مالاغا. لعبتي في الفريق ديال غرناطه كما ذكرتي قبيله في سن صغيره ديال 18 عام، كيفاش جات هذا كيفاش جا هذا الانتقال ديالك من فريق لفريق؟ حيت لعبتي في مجموعه من الفرق ماشي فرقه واحده. هو عندك بعدا باش مشيت نلعب في غرناطه كان في العام 65 56 عندك 56 عام الاستقلال. ديك الساعه تطوان كانوا تيلعبوا مع العصبه عندك اسبانيه و 56 من المغرب الاستقلال دخلوا للمغرب. وعندك تيقول لي كان الزهر اللي سميتو هو كان مباراه ما بين تطوان وستاد ماروكان، وكانت عندك تيقول لي عندك مباراه ديال دا كوب الكاس ولا الكاس عندك ولا لعبنا تما كيفاش يقول لي في تطوان. ملي شالينا من المباراه جا واحد سبريونيين تيسولوا عليا انا تما كاسم يقول لي تما تما كنا في الملعب ديال تطوان وبغاوني باش نمشي واش نبغي ندخل الاحتراف ديال كرة القدم واش ندخل لاسبانيا. همام ديال سبتة سبتها هي قريبه عندك ما فيها حتى شي حاجه ولكن ما عجبتنيش البلاد ما عجبتنيش عندي وداك الشيء اللي كنا سميتو بغيت هذا ما كاينش. قلت نبدل الرباط بهذا الشيء بلا فؤاد ما يمكنش. وعاود رجعت بحال رانا في حالتنا الرباط واش دابا شنو؟ الفتح كانوا كان عندهم الحرب العربي بن مبارك فتح الرباطي اه كان الحرب العربي بن مبارك كان دخل المغرب رجع للمغرب وداك الشيء وشينا مع الفتح وشوف الزهره شنو كاين. ذاك الاسبوع كان عندنا استاد ماروكان مع الفتح انت تعرف هذيك الموت ما بين استاد ماروكان كانت عندنا فرقه ممتازه غلبنا الفتح. وهي ديك حنا كنا عندك تيقول لك كنا باغيين نمشيو نسلموا على الحاج العربي مبارك عندك تيقول لي هو تيعيط لي وهي تيعيط لي عبد الله عبد الله اجي عندك انا ماشي غير تسلم عليه قدام كاع الناس عندك تسلم عليه وانت هو كيعيط لي مشيت عندي هو قال لي انت تيقول لي هاد جوج الناس راهما جاو عليك باش تمشي لسبته. كيفاش؟ كيفاش؟ انا يلا عاد ساليت المباراه ومع ملي عاودت للوالد عندك تيقول لي كيفاش داك الشيء ديال سبته وداك الشيء قال لك لا لا عندك انا مايمكنش تمشي. هي هذيك شديت في الحاج العربي بن مبارك وطلبت منه باش يمشي يهضر مع الوالد حيت ما انت عارف بانه عندك تيقول لي هو قال لي عندك تيقول لي هو دابا شافني تلعب هو لعب جبتو هي هذيك بغى هو توسط لك مع الوالد حفله في الدار عاوتاني تماك معاه نهار العيد الكبير كما كنقولوا عندك كل حد هما كان نهار الاحد وهما نهار الاثنين غادي يرجعوا بغاوني نديو معاه يعني غتمشي ديريكت نمشي معاهم ديريكت وانا ما عندي لا اوراق لا باسبور لا والو علاش عندك هذوك الجوج ديال السبريون اللي جاو من غرناطة كان معاهم واحد اللاعب ديال تطوان تيهضر سبريونية عندك هو قال لهم عندك تيقول بلاتي عندك غادي نهضروا مع البوليس تماك في تطوان بانه غادي يمشي يدير تجربة اه لا فرونتيرا غادي يمشي يدير تجربة في غرناطة وغادي يرجع عندك وبلا اوراق بلا اوراق بلا باسابورتي بلا اوراق ودابا عندك كاين واحد الطياره كانت تدير غرناطه تطوان تطوان غرناطه بان هذا العام غادي يجي باش نديروا التجربه ما عنده اوراق ما هذا وسمحوا لي ندخل هذه ما هاد التجربه ما كتكررش اسي عبد الله ما يمكنش يديروها ماشي واحد عندك هكا عندك الناس عندك التمارينات اللي كدا تنديروا عندك تيقول لي عندك الملعب عامر باش يشوفوا عندك وانا باقي صغير عندك تيقول لي يلاه عاد بديتي 18 عامنا 18 عام تما بديتي هو وين كتيقول لي بقاو ثلاث الاثنين وصلنا لثلاث بديت المغربين تيران عامر الاربع ونهار الخميس ونهار الخميس كان تيديروا المباراه التجريبيه للحد اه ومباراه تجريبيه كيدخلوا الجمهور يتفرجوا اه عندك آه. الناس كانوا تيمشيو يتفرجوا باش يشوفونا عندك تيقول لي هذا اللعاب الجديد بمبارك اه كلشي جاي يشوف كل نجوميه وفعلا عندك نهار الخميس كان المباراة عندك بديت مع الفريق الأول ويلا بدينا عندك تيقول لي جا واحد الكرة ودخلت واحد البيت الناس عندك ولكن دخلت ذاك البيت وما قشت الكرة مازال ما قشتهاش صدفة كيفاش وقعت؟
ايه لقاش زير من عندك لا ديفينس ديال سميتو ديال 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 الفريق الكبير زيروني باش ما سميتو ما يعني هضر مع المدرب ديال الفريق الاول قال لي بلاتي راه قعقوا القضيه هو يلعب ضد غرناطه يلعب مع الفريق الثاني الجوله الثانيه كيقول لي مع الفريق الثاني يعني اللعب مع دراري صغار كلهم تيلعبوا عليا انا كاملين ضد سمبارك بوحدهم او تسجلت انت تقول لي بيت اخر اذا ما صاف تاخذ بعد ساعه صافي دابا كتقول لي غير سالت انت كتقول لي ديك التمارينات ديال هذاك ديال نهار الخميس والرئيس كان تما قال لي انت كتقول لي يلا نمشيو نتغداو بقينا كتقول لي شحال بغيتي ما بغيتي وهو تيصرف لي تيظهر لي ولكن هو تا هو كان تيدافع على الفلوس اللي كانت تطلب غير استاذ ماروكان. وعندك بقينا عطينا ما هذا ما سميتو عندك انا دائما هو تيترجم وانا تيجون. يا في الاول انت تقول لي وصلنا عندك 60000 بسيطه. كونترا ديال 60000 بسيطه. و 3000 بسيطه شهريا. واخا نتكلم. في ذاك الوقت طبعا لا دابا عندك شي يقول لك قلت له عندك شي يقول لك واخا ما كاين حتى شي مشكل الحاليه دابا شنو غادي في النهايه قلت له دابا واشنو الثاني دابا تخشي معطيوني الفلوس باش نديهم للوالد ما يمكنش كان في التحريب حتى تشري تيقول لي لا تيمبورادا وداك الشيء عند غادي يمكن لك تخلص وداك الشيء لا ولا لا قلت له عندك تيقول لي لا عندك لا كان هكاك ما نمشيش صافي عندك ما عندك تخصك تخلص من سميتو وداك الشيء ايه وعندك تيقول لي هذيك واش دابا عندك جيت مشيت لاسبانيا وخرجت منا بلا ورق بلا والو حتى شي حاجه ورجعتي بالنجوميه اولا والاحترافيه وحتى انك تخلص ايه تيقول لي مني 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 ملي ملي رجعت عندك تيقول لي عندك الوراق ديالي وكل شيء عندك تيقول لي زيد وبديت نلعب عندك مع الفريق ايوا ربي سهل كانوا في الدوزيام ديفيزيون الحمد لله وطلعنا للبريمير ديفيزيون ذاك العام واين عندك انت داك الشيء للفرق الاخرى الميريا قرطبة كيفاش جات الفكره كذلك انك تدرب هذه الفرق؟ لا عندك لحقاش هما كانوا تيتبعوا عندك تيقول لي المسيره ديال المدربين هما كانوا كيقلبوا عليك دائما هما عندك انا كنت ملي ساليت من الكره كنت ندرب عندك الفريق الثاني ديال ديال مراغا وهي هذيك الميريا كانوا في الدوزيام ديفيزيون عندك عيطوا لي باش مشيت لعندهم طيب انا قلت علاش مشيت لعندهم لحقاش درجه فوق هذا يقول لي كان صغار كان تيلعبوا غير في الترويزيام ديفيزيون دابا عندك نمشي انا للدوزيام ديفيزيون مع اتفقوا معايا قال لي عندك شي يقول لي مشيت عندك شي يقول لي دوزت تما كان عامين مع غرناطه مع غرناطه ملي كنت تماك عندك مع غرناطه مالاكا جاو عليا تماك وهوني باش نجي عندهم والتجارب الاخرى قبل قرطبه والميريا لا جاو من بعد مشيت لالميريا الميريا هي يعني مشيت لها بديتي بيهم ايه عندك تيقول لي مشيت لها ومن الميريا مشيت لقرطبة عاد غرناطة عاد اخر محطه اللي هي ايه عندك تيقول لي عندك مشيت للكور عند بالله بالترجيح عندك تيقول لي الميريا لا عندك مشيت لالميريا وملي جيت من الميريا مالاكا طلبوا مني باش نرجع وندرب ماربيا لاقاش كانت هي الفريق الثاني عندك التكوين ديالها تقول لي علاش جات لي ماربيا لاقاش عندهم ذاك المسؤول التقني ديريكتور تكنيك كان هو عندنا هنا في مالاكا ثرقة اللاعب ديال مدريد كان هو عندك المدير التقني ديال ديال ديال, ديال مالاكا وذاك العام كان هو تماك في ايوا ما تيعرفني اشنو دار عاد نجيبو بمبارك باش يدرب عندك لارابيس لارابيس يعني المسيره ديالك هي اللي كانت والاحترافيه ديالك هي اللي كانت هي اللي كانت تجعل الناس عندك تيقول لي تبعوني عندك دابا عندك ويقلبوا عليك ومازال عندك فين ومشيت مازال كاين شي حاجه اخرى مازال عندك تيقول لي عندك دابا مني قلنا وصلت حتى لبرشلونه اي دربتي شي فرقه ما دربتش كانوا بغاوني باش ندرب ولكن ما 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 تفهمتش ما تفهمنا شي ما تفهمنا شي من ناحيه ديال تيقول كانوا هما بغاو يديوني ولكن يسيفطوني لفرقه اخرى وانا غادي نخلي عندك تيقول لي مالاكا باش نمشي سميتو عندك لا خليت مالاكا نمشي باش نحسن فوق منها طبعا خاصك شي فرقه تكون اكثر وهي هذيك
عندك ما بين اللي كنت في لالابيش لالابيش كان عيط لي الرئيس ديال تراسا، وتراسا هي كاتالونيا هي حدا برشلونه من ذاك الشرفين. ملي شريت عندك تقول لي مرتي كانت سميتو بغات ترجع للاندلسيه تما كاين عجبتها اندلسيه وهي اصلا مالاغينيا بغات ترجع. جاو كوردوبا طلبوني كوردوبا باش نجي معاهم. تما وافقتي طبعا. حيت معلومة عندك اندلسيه عندك تيقول لي وكوردوبا قريبه لمالاغا قريبه. وهي مشيت لكوردوبا وعندك كان عيط ليا كليجو، كليجو كان هو مدرب ديال الجيش. وعيط ليا قال ليا بان سيدنا بغى يهضر معك حسن الثاني. حسن الثاني الله يرحمه. الله يرحمه. عندك كيف عندك باش يمكن لك تجو تاخذ المنتخب عندك تيقول لي عندك هنا جات الفكره ديال المنتخب الوطني في ذاك الوقت. هي هذيك عندك تيقول لي وانا عندك تيقول لي دابا شنو ترى كنت مع كوردوبا وغرناطة جاو داروا معايا واحد الاتفاقية، درت معاهم واحد الاتفاقية باش نسالم كوردوبا ونمشي عندهم. وانا عندك وانت كيعيطولك من المغرب تيقول لي عندك غرناطة مشي شي شي طبعا هي الفرق اللي لعبت فيها وعندك كنت تطلب لنا بدا بغيت نمشي هنا ما بين الحلم ديالك والوطني ديالك شنو اختاريتي؟